سيدي خادم الحرمين الشريفين بعد أن تفضلتم سيدي بتخريج هذه الكوكبة من صقور القوات الجوية الملكية السعودية، تنتهز قيادة القوات الجوية الملكية السعودية هذه الفرصة الغالية على جميع منسوبيها بأن تضفي علينا سيدي شرف الإعلان عن تدشين منظومة طائرات F-15SA وهي الأحدث انضماماً في القوات الجوية الملكية السعودية. تتفضلون سيدي بالضغط على شعار القوات الجوية. جنبك سلاح. واحدة من مطورة قوات السلام السعودية، واحدة قوات شركة بوينغ طبعاً. الآن هذا موجود بما فيها الفنيين السعوديين العسكريين والفنيين السعوديين شركة السلام. يا سيدي، ها هم فنيو القوات الجوية الملكية السعودية وطاقم شركة السلام للطائرات السعوديين والذين تدربوا على صيانة وتشغيل الطائرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تماشياً وتحقيقاً لبرنامج تطوير وزارة الدفاع ورؤية المملكة 2030. السلام طال عمرك اللي في مطار الملك خالد. قامت المملكة في مطلع عام 2011 بعد صدور التوجيهات الرشيدة بالتعاقد مع شركة بوينغ الرائدة في تصنيع الطائرات من أجل تصنيع طائرة الـ F-15SA التي استغرق العمل عليها 5 سنوات، وأشرف على تطويرها وتصنيعها 150 مهندسا مختصا، وحيث تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر توطين صناعة التقنيات في صناعة الطيران والذخائر والبرمجيات، حيث تم تصنيع أجزاء من طائرات F-15SA عام 2016 بالتعاون بين شركة بوينغ وشركات التوازن الاقتصادية السعودية المتمثلة في شركة السلام للطائرات وشركة الإلكترونيات المتقدمة، حيث ساهمت هذه الشركات بصناعة بعض أنظمة وأجهزة الـ F-15SA، وذلك للوصول بالمملكة لمرحلة الاستقلالية والاكتفاء الذاتي ولتنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. يا سيدي أيها الحفل الكريم، قواتنا الجوية سيف قاطع وسهم نافذ تظل صامدة ضد الأعداء، أبت بالعز إلا أن تكون رمزا للبقاء، وبالجود سطرت معنا للعطاء، وبكل فخر ضحت للفداء، فحق لها الشموخ والكبرياء. ستهم التشكيلات الآن بالدخول من أمام المنصة. يليها طائرات التدريب التأسيسي T21، وهي المرحلة الثانية لطالب الطيران بالكلية، يتعلم من خلالها مبادئ الطيران الفعلي. تقوم في هذا التشكيل برسم الرقم 50 في سماء الرياض احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس هذا الصرح الشامخ، ويعتبر خريجو هذه الدورة 91 هم النواة الأولى التي تدربت على هذه الطائرة. دخول التشكيل من أمام المنصة. وبعد أن شاهدتم يا سيدي طائرات التدريب التأسيسي تهم المنظومات العملياتية في الخطوط الأمامية، والتي سيمر من أمامكم نموذجاً مصغراً منها بالدخول، تتقدمه طائرة التزود بالوقود جوا MRTT، ترافقها عن يمينها طائرة التايفون الحديثة متعددة المهام، وعلى يسارها طائرة الترنيدو الهجومية، ومن خلفها طائرة F-15S متعددة المهام، وكذلك في تشكيل رباعي من مجموعتين متوازيتين، 4 طائرات من نوع الترنيدو الهجومية و4 طائرات من نوع F-15S متعددة المهام. سيهم التشكيل بالدخول الآن من أمام المنصة. سلمت يا موطن الأمجاد والكرم، يا موطني يا رفيع القدر والقيم، سلمت حاماً لهذا الدين يا وطناً سما به المجد حتى حل في القمم. دخول التشكيل الآن يا سيدي من أمام المنصة. ويلي هذا التشكيل تشكيل آخر تتقدمه طائرة الاستطلاع والإنذار المبكر AWACS، طائرة الرادار المحمول جوا، ترافقها كحماية لها 4 طائرات من نوع تايفون على جناحها الأيسر، وعلى جناحها الأيمن 4 طائرات من نوع F-15C ودي الاعتراضية. دخول التشكيل من أمام المنصة. شرفكم يا خادم الحرمين، سيكون التدشين الجوي الآن لطائرة F-15SA في عرضها الجوي وظهورها الأول في أجواء المملكة.
تزفوها إلى سماء هذا الحفل طائرات فريق الصقور السعودية متوشحة باللونين الأبيض والأخضر لون علم المملكة العربية السعودية. تعتبر طائرة F-15SA أحدث ما أنتجته مصانع شركة بوينغ الأمريكية في مجال الطائرات المقاتلة، والتي صنعت خصيصاً للمملكة بناءً على مواصفات تم تحديدها من قبل القوات الجوية الملكية السعودية، تتفوق فيها على جميع التحديات الأقليمية، ولهذا حملت الرمز SA والمخصص للمملكة العربية السعودية. ومن على يمين المنصة يا سيدي تتقدم الطائرة F-15SA لأداء التحية بالطيران على ارتفاع منخفض، ومن ثم الانعطاف إلى اليمين استعداداً للهبوط. تم إدخال تحديثات مميزة لهذه الطائرة تتمثل في زوايا الأجنحة وزيادة في قوة المحرك الجبارة، وكذلك زيادة الحمولة الخارجية للطائرة بحيث لا تضاهيها أي طائرة حربية في جيلها، متمثلة في حمولة القنابل والصواريخ بأنواعها. كما تم تعديل في ارتفاع قمرة القيادة لتقليل البصمة الرادارية وتحسين الأداء والرؤية. وكما تشاهدون الطائرة تنعطف يميناً وتقوم بإنزال العجلات والالتفاف باتجاه المدرج والاقتراب منه للهبوط. تم إضافة الرادار الجديد لهذه الطائرة للجيل الخامس لاكتشاف وتحديد أي هدف معادي. كذلك تحتوي على أحدث أنظمة الحماية والتحذير من الصواريخ المعادية وأنظمة التعقب السلبي والحرب الإلكترونية الجديدة. وبسرعة قصوى تزيد على 2600 كيلومتر في الساعة، فإن طائرة F-15SA الجديدة تعتبر أسرع الطائرات المقاتلة بالعالم. ومن على يسار المنصة يا سيدي دخول تشكيل ثنائي من طائرات F-15SA متعددة المهام لأداء التحية. يليها تشكيل ثنائي من نفس النوع. يليها تشكيل ثنائي من طائرات التورنيدو الهجومية. يليها ومن على يسار المنصة تشكيل ثنائي من طائرات التورنيدو الهجومية. التشكيل القادم من نفس الاتجاه تشكيل ثنائي من طائرات F-15C الاعتراضية. يليها تشكيل ثنائي من نفس النوع. تشكيل ثنائي من طائرات التايفون. تشكيل ثنائي من طائرات التايفون متعددة المهام. ومن جميل المصادفات يا سيدي أن يحتفل فريق الصقور السعودية وبشرف حضوركم هذا العام بالذكرى 20 على تأسيسه. دخل فريق الصقور السعودية موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية برسمه أكبر شعار دولة في السماء وهو السيفين والنخلة.
يهم الآن بالدخول من على يسار المنصة فريق الصقور السعودية لأداء عروضه الجوية. دخول في تشكيل المعركة المثلث الكبير، صعود إلى الأعلى حيث يقوم الفريق على سرعات منخفضة وزاوية صعود حادة إلى تغيير الشكل إلى شكل الدرع وعمل دوران كامل بالأعلى ومن ثم الانقضاض إلى الأرض. كما ستستمعون إن شاء الله إلى محادثات الطيارين فيما بينهم عن طريق الجهاز اللاسلكي اللاقط لأصوات الطيارين داخل الطائرات. تم تأسيس هذا الفريق في عام 1418 هجرياً، وقد أطلق عليه هذا المسمى صاحب السمو الملكي الأمير السلطان بن عبد العزيز يرحمه الله. منذ تأسيس هذا الفريق يا سيدي قام بإبراز الوجه المشرف للقوات المسلحة عامة ولقواتنا الجوية خاصة في المحافل الداخلية والدولية، وإظهار مهارات الطيار السعودي واحترافيته على تطويع الآلة، حيث أن جميع أعضاء الفريق قد عملوا على الطائرات المقاتلة في الخطوط الأمامية. يتقدم الفريق الآن من على يمين المنصة بالدخول والارتقاء إلى الأعلى ومن ثم تغيير زاوية الانحدار لعمل شكل الخيمة. الانفصال الآن. بعد هذا الانفصال سيعاود الفريق التجمع مجدداً لأداء تشكيل نعتز به جميعاً، وهو شعار الوطن رسم السيفين والنخلة. سيدي ستقوم خمس طائرات برسم النخلة رمز البذل والعطاء، وستقوم طائرتان برسم السيفين رمز الحزم والعزم. يقود الفريق لهذا العام سعودي واحد وهو المقدم الطيار موسى بن يحيى الفيفي، سعودي اثنان هو النقيب الطيار عبد العزيز بن إبراهيم البيضاني، سعودي ثلاثة هو النقيب الطيار سعود بن حسن المحمادي، سعودي أربعة هو النقيب الطيار محمد بن عبد الله الفارس، سعودي خمسة هو النقيب الطيار عبد العزيز بن عبد الله الفالح، سعودي ستة هو الرائد الطيار عبد الرؤوف بن طلق السلمي، سعودي سبعة هو الرائد الطيار محسن بن موسى معشي. لم تعرف الأرض أغلى منك يا وطنا، مشى عليه النبي الحق بالقدم، يا مهبط الوحي، يا تاريخ أمتنا، يا مشعل النور للأمصار في الظلم، إليك تهفو قلوب الناس قاطبة وترتمي فيك حول البيت والحرم. من أمامكم يا سيدي السيفين والنخلة. علوت يا موطني وازددت مفخرة، كل يرى المجد قد حلاك بالعظم، أنت الذي في قلوب الشعب مسكنه، أنت الذي في قلوب الناس لم ترمي. تهم طائرتان الآن بالانفصال والدخول من على يميني ويساري المنصة ليتقابلا وجها لوجه. دخول الثنائي من على يميني ويساري المنصة. Thank you.
ومن ثم يقومان بالالتفاف حول بعضيهما في مناورة قصيرة أمام المنصة. الاستمرار بالعطاف يمينا ويسارا والالتقاء أمام المنصة. تقوم 5 طائرات الآن بالدخول من أمام المنصة لعمل إحدى الحركات الخطرة، وهي التفاف الطائرات على بعضها البعض بمسافات قصيرة جدا. دخول التشكيل من أمام المنصة. سيهم سعودي 6 وسعودي 7 من على يمين ويسار المنصة لعمل المواجهة المتقابلة وجها لوجه. يقوم الثنائي الآن بالدخول من زاوية 45 درجة من على اليمين واليسار والالتفاف الرجوع والتقاطع أمام المنصة. ومن أمام المنصة وإلى اليسار قليلاً بزاوية 45 درجة دخول 3 طائرات في تشكيل رأس السهم، بينما تقوم الطائرة الرابعة بالالتفاف على المجموعة. الدخول من على يسار المنصة. ومن أمام المنصة يا سيدي رسم القلب والسهم في السماء. تقوم طائرتان برسم القلب، وبعد اكتماله تقوم الطائرة الثالثة برسم السهم. حركة يتطلب فيها الدقة في الأداء والاحترافية في التنفيذ. سيعاود الثنائي الآن بالدخول من على يمين ويسار المنصة لعمل التقاطع المتقابل، وذلك برفع المقدمة الطائرة عند الالتقاء أمام المنصة. فيما يغادر هذا الثنائي تهم باقي المجموعة بالدخول من على يمين المنصة سعودي 1 و2 و3 و4 و5 لعمل حركة الانفصال المتتابع، حيث يقوم سعودي 2 و3 بالانفصال من داخل التشكيل والعودة مرة أخرى، ليقوم سعودي 4 و5 بعمل نفس الشيء ولعدة مرات.
الدخول من على يمين المنصة. ومن أمام المنصة مباشرة تقوم طائرة بالالتفاف القريب على الطائرة التي بالأمام قبل أن يتقاطعا وجهاً لوجه. سيقوم سعودي 7 وسعودي 6 بالدخول من على يمين ويسار المنصة لعمل التقاط الأخير لهذا الثنائي وعلى مستوى منخفض بعمل حركة المرآة، حيث أن يقوم كل طيار بإمالة قمرة القيادة باتجاه الطيار الآخر عند الالتقاء أمام المنصة. ومن على يمين المنصة تهم طائرة منفردة وعلى ارتفاع منخفض بالدخول لتتجه إلى يسار المنصة بزاوية 45 درجة وتقوم باختراق التشكيل القادم من ذلك الاتجاه والدخول العكسي للطائرات. يقوم فريق الصقور السعودية وبطائراته 7 بالتجمع مجدداً لعمل آخر حركة له في عرض هذا اليوم وهي حركة الانفجار. إن الفكرة السديدة من إنشاء فريق يقوم بأداء العروض الجوية التي يتطلب أداؤها الكثير من الجهد في التدريب والاحترافية في التنفيذ هي في عكس الصورة المشرفة لما وصلت إليه قواتنا الجوية الباسلة من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد وشمولية في الأداء بالسلم والحرب. به قبلة الدنيا بمكة بوركت وقد شع نور الحق من فوق تربه، كذا طيبة طابت بطيب نبينا وآل كرام واستنارت بصحبه، وفيه رياض الحسن قد وفيه رياض الحسن تبدو بحسنها تطورها فاق الجميع بوثبه. لنا ملك قاد البلاد بحكمة ترقى بنا للمجد
غاية دأبه، فيا رب باركه وبارك جهوده، هو الوالد المحبوب من كل شعبه. سيتقدم فريق الصقور السعودية الآن من أمام المنصة لعمل حركة الانفجار. نهاية العرض الجوي، أرجو أن يكون قد نال على استحسانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدي، يتشرف ضابط المشروع اللواء الفني الركن محمد بن عبد الله الغامدي وأول طاقم جوي لطائرة فا 15 اس اي بالسلام عليكم سيدي. كما يتشرف سعادة قائد القوات الجوية المكلف بتقديم هدية تذكارية لكم سيدي بهذه المناسبة. سلام الملكي، سلام. خذ Get off!